السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم التحية لمشاهدين قناة أهل الدار، ونهنيكم بشهر رمضان المبارك، عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. أنا متقاعدة، فاطمة سالم المشرق، متقاعدة من وزارة التربية والتعليم، مدرسة، كنت مدرسة للغة العربية والتربية الإسلامية. فسأسرد بإذن الله مرحلتي مع التقاعد. بعد أن أكملت 17 سنة تقاعدت من وزارة التربية والتعليم، لأني خلاص تشبعت أريد مجال آخر، فالتحقتني وظيفة في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، تقريبا في نفس التخصص اللي هو تخصص الأطفال والفتيات والناشئة. فعملت هناك مدة تقريبا 5 سنوات، قدمت الكثير من المبادرات ومن المؤتمرات والفعاليات. بعد ذلك التحقت بجمعية الإمارات للمتقاعدين، فالحمد لله أنها يعني كانت خير معين للمتقاعد، لأن المتقاعد بحاجة إلى مثل هذه الجمعيات التي تنشله من البيت، الطلعة إلى حياة أخرى. وفعلا المتقاعد يجب أن لا يتقوقع في البيت بل يخرج، لأن إذا تقوقع في البيت أصبح عاجزا عن العطاء. فمن تقاعد هو خبير، نحن نعتبر المتقاعد خبير، لأنه قضى سنوات عمره من هو طالب وبعدين تخرج من الجامعة وبعدين عمل في مجال أو مختلف المجالات، سواء كان معلم أو طبيب أو مهندس أو كذا، فهو عند خبرة يعني ما لا تقل مثلا عن 20 سنة، هذه أقل شيء أو أكثر، حد 40 سنة، حد 50 سنة، ما شاء الله. فهذه الخبرات يجب أن تكون يعني رافد للجيل الجديد، فيجب عليه أن لا يتأثر ولا يتقوقع في البيت، لأن التقوقع في البيت وعدم ممارسته لنشاطه الأولي يعني بيحطه في حالات نفسية سيئة. فأنا أنصح كل متقاعد أن يخرج إلى الميدان، يخرج إلى أن يسجل في هذه الجمعية، جمعية الإمارة المتقاعدين، أو أنه يعمل مثلا شغلة ثانية، أو أنه يعني يمارس أي هواية، بس أنا ما أنصحه أنه يجلس في البيت. فنحن كمتقاعدين الحمد لله هذه الجمعية تخدمنا يعني خدمة جدا ممتازة، عندها يعني مبادرات مع كل المؤسسات المحلية والاتحادية والشركات، يعني ما مقصرين إدارة الجمعية ما شاء الله. بعد مرحلة العمل اتجهنا إلى التقاعد، فالتقاعد يعني ما يعني مثل ما يقولون مت قاعدا، لا، التقاعد هو بداية حياة جديدة للإنسان. ففي التقاعد أنت حر في وقتك، أنت حر في عملك، عندك عمل، عندك مهارات، عندك أشياء هاي لازم تطلعها للمجتمع، تطلعها لنفسك، تنفس عن نفسك. يعني الإنسان ما يجلس في البيت يتقوقع ويقول أنا خلاص يعني قاعدت وخلاص، لا، لازم يقدم خبرات الكثيرة اللي أخذها من المجتمع ومن المؤسسات اللي اشتغل فيها. فيجب عليه أنه هذه الخبرات أن ينشرها، ما يخفيها، ينشرها، يعلم مثلا إذا كنت معلم علم، إذا كنت مهندس مثلا ساعد، إذا كنت يعني أي مهنة أنت ممكن أنك تقدمها للمجتمع. فمن خلال هذا أنت بتنشر ثقافة الوعي التقاعدي لدى المجتمع. بعد ما تقاعدت من وزارة التربية والتعليم طبعا انخرطت في المجتمع، عملت في مراكز الأطفال والفتيات والناشئة من مدة 5 سنوات. من خلال هاي الأشياء أنا أبادر في المجتمع، من خلال إعطاء بعض النصائح، إعطاء بعض المحاضرات عن الجيرة، عن الأطفال، عن السلوك،
عن السلوك، عن العادات والتقاليد والسنع الإماراتي للأطفال. تفرغت أيضا أكثر لحياتي الأسرية، تفرغت أيضا أكثر لزيارة الأرحام، زيارة الأصدقاء، زيارة المرضى. يعني صار عندي وقت أكبر أني أنا أحتك بالمجتمع، أحتك بالأهل أكثر، أحتك بالأطفال أكثر، أحتك بأسرتي أكثر، أشوف متطلباتهم أكثر، لأن كان العمل الأول يأخذنا زيادة. فلذلك الحمد لله أصبحت حياتي مستقرة من خلال ضميري، يعني مستقر من خلال الزيارات، زيارة الأهل مثلاً، أعمال البيت، الجلوس مع الأطفال، أطفالي وأحفادي، مثلاً الخروج مع الصديقات في أماكن، يعني تجمعات للألفة والود والمحبة. كذلك زادت مدة قراءاتي، مثلاً عندي كتب صار لي مدة ما قريتها، مثلاً بديت أقراها، خلصت يعني الكتب اللي عندي، نروح لمعارض الكتب، المعارض هذا نشتري الكتب ونقرأ الثقافة. يعني أيضاً الواحد يثقف نفسه في خلال هاي، ما يجلس يتقوقع في البيت وهو لا يعمل، أو أن الواحد يعمل رياضة، يمشي حتى لا يعني يصيب العجز منه. ومن خلال تجربتي هذه، فأنا أريد أن أعطي بعض النصائح للأخوة والأخوات المتقاعدين. أول شيء، التقاعد هو ليس نهاية الحياة، بل هو بداية حياة. فأنا أبدأ بحياة جديدة من خلال ممارستي للأنشطة، من خلال القراءة، من خلال الزيارات، من خلال المشاركة في الحياة المجتمعية، أني أنا أوصل خبراتي للآخرين، أعمل مثلاً مكتب استشارات بالنسبة عندهم، اللي هي استشارات يعني للهندسة أو الطب أو أي شيء، يعني حتى المعلمات. يعني نحن مثلاً يجونا أطفال نعلمهم، يجونا فتيات ننصحهم، يعني من خلال تواجدنا معاهم. فدائماً المتقاعد يجب عليه أن يتحرك، لأن إذا ما تحرك صارت حياته يعني بائسة. لازم إذا تحرك وطلع للمجتمع وتخالط واختلط مع الناس ويعني وسافر، وعلى حسب يعني على حسب ما قدرته يعني. بس أنا يعني أنصح المتقاعد إنه ما يتقوقع في البيت، إنه يبدأ حياة جديدة، حياة وردية. شكرا جزيلا. قناة أهل الدار، قناة